وعودة مرة أخرى للسيد كريم كريفة نائب البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر. هل تسمعني الآن سيد كريم؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك. يعني بعد الوصول للنصاب القانوني يوم الخميس الماضي ووضع العريضة في البرلمان، يهدف الآن هذا التكتل إلى الوصول للأغلبية المطلقة. كيف سيصل إلى هذا العدد 109، وما هو التغيرات في اليومين الماضيين؟ شكرا على السؤال. أريد أن أذكر السادة المشاهدين أن العريضة كان قد تقدم بها الحزب الدستوري الحر في شهر جانفي يناير الفارق، منضات من طرف كتلة الحزب الدستوري الحر 16 أعضاء، وأن هذه العريضة التحق بها كتل برلمانية أخرى وتحصلت على 89 أعضاء. بتقدير العريضة كان يستوجب 73 إمضاء فقط، الآن هي محصنة ب 89 إمضاء، وأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي ينص على أنه يمكن لثلث الأعضاء، يعني نفس الأعضاء الذين أمضوا على العريضة، أن يطالبوا بتعيين جلسة في أقرب وقت للمصادقة لسحب الثقة من زعيم جماعة الإخوة المسلمين فرع تونس وشمال افريقيا راشد البرنوشي، باعتبار انه وصلنا الى مرحله انه يجب الحسم في حكم الاخوان في تونس، وانه لا يمكن ان تستمر هذه الوضعيه. نعم. الان ننتظر، نحن الان كتله الحزب الدستوري الحر معتصمون في مقر المجلس منذ 10 ايام. طلبات الاعتصام هي في منع الأشخاص الذين تعلقت بهم جرائم إرهابية ولهم علاقات بتنظيمات إرهابية وعائدين من بؤر التوتر، منعهم من دخول البرلمان. نعم. سيد كريم، هناك مطالبات بمحاولة فض الاعتصام، هل هذا حدث أو هناك محاولات من تدخل الأمن لفض الاعتصام؟ هو رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب باعتباره هو ايضا اخواني بامتياز، كان قد طلب في مراسله من وزير الداخليه ان يتدخل بالقوه العامه لفض اعتصام النواب، وهذه سابقه خطيره في التاريخ السياسي لتونس، انه لا يمكن المجلس نواب الشعب مؤسسه دستوريه لها حرمتها والامن لا يمكنه أن يتدخل لفض اعتصام نواب. نعم. الحمد لله أن وزير الداخلية ورئيس الجمهورية كان لهم من الحكمة أنهم منعوا على الأمن أن يتدخلوا لفض اعتصام نواب. نعم. لم تقف الأمور عند هذا، باعتبار أن حركة الإخوان قامت بتكليف ائتلاف الكرامة الموالي لها، وهو الجناح العنيف والتكفيري داخل مجلس نواب الشعب، هو الذي تكفل بإهانتنا وتكفل بالألفاظ البذيئة التي لا يمكن أن تقال، وكل هذا موثق ومدون في فيديوهات كان قد رآها العالم. نعم. نحن طلباتنا كانت في تعيين جلسة ومنع إرهابيين، وأظن أنه ليس من المستحيل مؤسسة دستورية تحترم نفسها أن تمنع إرهابيين وعائدين من بؤر التوتر من الدخول إلى حرمة مجلس نواب الشعب. طيب. هذا أقل ما يمكن، وأن تعيين الجلسة لسحب الثقة من الغنوشي يجب أن تعين فقط، هذا كله يعني أسمعت إذا نزلت حيا. طيب سيد كريم، يعني مع هذه المحاولات وسحب الثقة ومحاولات سحب الثقة من قبل هذا التكتل، هناك محاولات يعني يحاول أو يعني يلعب بها الإخوان لموضوع السيد الفخفاخ وإقالته أو استقالته للمحاولة للسيطرة على الحكم، وهو أيضا قد يوضع أمام البرلمان بعد تدخل السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية. يعني كيف تجدون هذه القضية بالموازاة مع قضية سحب الثقة من الغنوشي؟ سوف أقول لك ماذا حدث. يعني أن الأخوان والموالين لهم كانوا قد تقدموا بعريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وقاموا بإيداعها بمثل الضبط.
ما حصل أنه في نفس اليوم كان قد تقدم السيد رئيس الحكومة إلى السيد رئيس الجمهورية باستقالته، وتم نشر هذه الاستقالة في اليوم الموالي بالجريدة الرسمية للبلاد التونسية للجمهورية التونسية. وانطلقت وقام رئيس الجمهورية بما له من مهام بإجراء مشاورات مع الكتل النيابية والأحزاب لاختيار الشخصية الأقنع. هذا الشيء لم يعجب جماعة الإخوان وجماعة ومن معهم، باعتبار أن الدستور يقول أنه في صورة استقالة رئيس الحكومة فإن رئيس الجمهورية هو من يعين الشخصية، أما في صورة سحب الثقة فإن الكتلة الممثلة بأكثر عدد كتلة الإخوان هي من تقوم. يعني أنه افتك الكرة من ملعبها وأصبحت عنده. ونحن يعني هذا ما أزعج الإخوان، بأنهم أحسوا بأن ثم أن الياس الفخفاخ قام بإقالة جميع وزراء الإخوان، يعني بمعنى أنه قام على الأقل بقطع كل السكك وكل الطرق من جماعة الإخوان في السيطرة سواء على البرلمان أو على الحكومة. وضحت الفكرة، ونشكرك شكرا جزيلا السيد كريم كريفة النائب البرلماني التونسي عن الحزب الدستوري الحر، شكرا جزيلا لك.